مع دكتور عمرو الغماز، مدرس بوحدة أمراض الدم الإكلينيكية وزارع النخاع كلية طب جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معانا دكتور عمرو، منورنا. ربنا يخلي حضرتك. الحقيقة احنا يعني دايما بنسمع عن أمراض الدم ويليها نتكلم عن زراعة النخاع، فعايزين نعرف أولا ايه هو النخاع وايه ايه علاقته بان يحصل امراض دم فنضطر لزرع نخاع. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس نحب نعرف ان النخاع ده هو مصنع اللي بيكون فيه كل خلايا الدم، الخلايا البيضاء والخلايا الحمراء والصفائح. احنا طبعا في عندنا امراض دم حميده وامراض دم خبيثه. في بعض أمراض الدم الحميدة بيتم فيها زرع النخاع، زي مثلا الأنيميا اللي هي اللا تخليقية بيسموها بلاستيك أنيميا. في أنيميا البحر المتوسط حاليا بدأوا يعملوا لها زرع نخاع. وفي أمراض الدم الخبيثة اللي هي اللوكيميا والليمفوما والمايلوما، دي أمراض الدم الخبيثة اللي هي سرطانات الدم. هي بتحصل أساسا عن طريق إن بيحصل خلل كروموسومي جوه الخلايا اللي هي مصنعة للدم، وبالتالي بتتكاثر بطريقة مش طبيعية وبتعمل سرطان وبتاخد علاج. الخلل ده بيجي من ايه يعني؟ هو اسباب، بيبقى له اكيد اسباب يعني. هو طبعا في اسباب بتبقى موجودة، استعداد وراثي بيبقى موجود في جسم الانسان. بعد كده بيحصل حاجات خارجية بتساعد على ان الخلل الوراثي ده يظهر، مثلا زي التلوث، الإشعاع، وجود مثلا بعض أدوية الكيماوي، المرض سابق مثلا خد علاج كيماوي، بعض الأمراض الوراثية، الأنيميا اللا تخليقية ممكن تقلب بعد كده بسرطان. فدي أسباب بتبقى موجودة في البيئة لعند واحد عنده استعداد وراثي. فممكن يصاب. طيب انا عارفه انه زراعه النخاع وصلنا فيها هنا في مصر الشط كبير الحمد لله، وبقت اكثر نجاحا عن الاول. تمام. يعني كنت اسمع دايما ان زراعه النخاع ده لازم يتسافر لها بره، ويعني كان فيلم كبير يعني، لكن تمام. دلوقتي الحمد لله قطعنا شط كبير فيه. فيا ريت حضرتك تقول لنا ايه. تمام. هو طبعا عندنا دلوقتي عدد من مراكز زرع النخاع في جمهورية مصر العربية. انا طبعا جاي من وحدة زرع النخاع اللي هي في طب عين شمس. هو في الاول كان بيبقى في يعني الأدوية الكيماوي اللي كانت بتستعمل قبل الزرع كانت تؤدي في حالات كتير إلى الوفاة نتيجة سمية الأدوية. دلوقتي تم أن الأدوية تم تطويرها لدرجة أن السمية بتاعتها خفت، بقى في تطور في الحاجات المساعدة supportive treatment اللي احنا بنديه، سواء من نقل دم او صفايح. بقى في مضادات حيويه قويه لمقاومه الامراض وعلاج الانفكشنز اللي بتحصل بعد نقل الخلايا وخلال فتره المناعه الواطيه اللي بتحصل بعد الزرع. في حاجات كتير، في بقى يستعمل دلوقتي ادويه منشطه للخلايا دي بحيث ان وقت الزراعه يبقى وقت الجلوس في المستشفى بيبقى اقل. هو فحصل تطورات. في المستشفى بيبقى قد ايه تقريبا؟ هو كان زمان ممكن يقعد شهر، دلوقتي ممكن يقعد 21 يوم، يعني بتتراوح ما بين اسبوعين بعد الزرع لحد شهر حاليا يعني. هو مش عارفه ده صح ولا لا، انه المريض بيعزل تماما عن اي حد. طبعا بيتحط في غرف خاصه بيبقى فيها بوزيتيف اير بريشر، بحيث ان الهواء يتم طرده من جوه كابينه المريض، بحيث ان اي وجود ميكروبات يتم طردها خارج الكابينه مش الهواء يدخل، عشان المناعة طبعا بتبقى. وبيبقى في فلاتر طبعا للهواء اللي داخل الكباين. ودلوقتي اصبح بقى بيتراوح بين 3 اسابيع، ممكن من اسبوعين لاربع اسابيع بعد حقن الخلايا. انا عارفه ان هو زرع النخاع ده لازم بيبقى عن طريق الاقارب، لازم يكون نفس فصيله الدم. عايز اعرف شويه تفاصيل عن لا لا لا، هو
هو في كذا نوع من زرع النخاع، في زرع ذاتي لبعض الأمراض إن المريض يتم فصل الخلايا بتاعته ثم إعادة زراعتها بعد ما ياخد علاج كيماوي، ده لما ما يكونش في عنده ما عندوش المرض الأساسي جوه النخاع. بالظبط كده. تمام. في بقى الزرع من متبرع، في اللي بيتم عندنا في مصر الأساسي هو إن احنا ناخد من أقارب. حاليا في برضو بيتعمل زرع من متبرع متوافق لكن غير قريب، بس ده يعني نجاحه لسه ما اثبتش نجاح كويس قوي في مصر. وفي الزرع من الحبل السري، الخلايا الجذعيه في الحبل السري، ده بيستعمل في الاطفال اكتر. بفكركم برقم التليفون 09841 لاي مشاركه واي اسئله تحبوا تسالوها، وايضا 1480 من اي محمول. ارجع ل ازاي الواحد يعرف ان هو في مرض، ايه اللي بيبان على المريض انه في مرض في الدم او خاص او خلل يعني. طيب. خلي بالك احنا ما عندناش ثقافة. تمام. ان احنا نروح نعمل تشيك اب كل شوية او نعمل تحليل كل شوية غير لما الواحد ولا عايزه بالله بيعيا. تمام. فبيضطر، لكن غير كده ما عندناش هذه الثقافة. هو احب برضو انبه لنقطة ان غالبا مريض الدم ده بيتم اكتشافه عن طريق دكتور من تخصص آخر، وبعد كده بيحوله الدكتور اللي هو متخصص في أمراض الدم. هو المريض عادة بيحس بأعراض أنيميا اللي هي بيبقى عنده تعب، بيبقى عنده ضربات قلب سريعة، بيبقى عنده دوخة، بيبقى عنده صداع مزمن، بيبقى عنده شحوب طبعا في شكل وشه. الحاجة التانية بيبقى فيه ضعف في المناعة، بيبقى الكلام ده بيجيله التهابات بكتيرية أو فيروسية بصفة متكررة في فترات قصيرة، ممكن التهاب بسيط يقلب معاه بحاجة كبيرة، مثلا يعني مثلا يكون عنده التهاب بسيط في ضرسه أو حاجة يقلب بخراج. دي حاجات تشككنا طبعا في حاجات في الدم. والحاجة طبعا اللي بتبقى الأشياء انه بيكون فيه نزيف سواء بقى من مناخير، من بين الأسنان، من بقع حمراء على الجلد. دي الحاجات اللي هي الأشياء. طبعا في حاجات تانية بتبقى مش شائعة، بيبقى مثلا يكون لما يكون في سنويات موجودة في المخ، او بتبقى موجودة في ورم مثلا دموي كده كابس على عصب او حاجه يحصل الام، بس دي حاجات مش شائعه. اوكي. طيب ما رحتش للدكتور هو اللي ادى الى ان انا اعمل التحاليل دي، ايه التحاليل اللي ممكن واحد يعملها لو حد بياخد باله وعنده ثقافه ان هو يعمل على طول زي ما بيقولوا تشيك اب او التقارير كده كل فتره واخرى؟ هو اهم حاجه بالنسبه لنا كامراض دم هي صوره دم كامله بتتعمل بفرد فيلم. دي يعني المفروض الواحد من وقت للتاني يعملها، خاصه الناس اللي هم ات هاي ريسك، مثلا اللي هم بيتعرضوا للاشعاع البترول، المنتجات البتروليه، الناس اللي هم مثلا عندهم هيستوري في عائلتهم انهم عندهم امراض دم قد تؤدي الى اورام في الدم. دول المفروض اللي يعملوا شيك اب بصوره دم من وقت للتاني. تمام. دكتور، انيميا الدم اللي هي بتبقى موجوده ويبقى عنده انيميا حاده، يتخوف من ان ده ينقلب لشيء لا لا مش مظبوط ولا ده لا 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 هي مش كل انواع الانيميا. هو الانيميا العاديه الشائعه اللي هي انيميا نقص الحديد او الحاجات المنتشره عندنا في مصر زي انيميا البحر المتوسط، دي ما بتقلبش بسرطانات، دي حاجات حميده. في بعض الامراض بس اللي هي ممكن تقلب بسرطانات بتبقى معروفه اللي هي انيميا اللا تخليقيه، بعض انواعها مش كلها. في طبعا اللي هو الخلل في وظائف النخاع برضو بيبقى قابل انه يتقلب بسرطان. انيميا اللي هي نتيجه انه مريض خد قبل كده اشعاع او علاج كيماوي وحصل انيميا نتيجه خلل في وظائف النخاع، ده اللي هو بيقلب سرطان.
بس غير كده الانيميا المنتشره مثلا نقص حديد او البحر المتوسط دول ما بيقلبوش. ليه دايما يا دكتور اللي بيبقى عندهم انيميا ما بيقولك صعب علاج الانيميا، يعني يقولك دايما ما توصلش لمرحله ان انت يبقى عندك انيميا بمعناها القوي، يعني لانه عاده ما بيبقاش لها علاج، يعني مهما اخدت من فيتامينز، مهما اكلت كويس، مهما هو طبعا احنا لما بنتكلم على الانيميا دي بتبقى اللي حضرتك تقصديها هي انيميا البحر انيميا نقص الحديد بالزبط. او انيميا مثلا حمض الفوليك والفيتامين نقص فيتامين بي 12. هو اللي بيحصل ان ده نتيجه اسباب، ان السبب اللي هو ادى للانيميا ما تعالجش. انيميا نقص الحديد لو فرضا مريض عنده او سيده يعني عندها الدوره مش مظبوطه وبتنزل كتير، ندي حديد تفضل طول ما الدوره فضلت بزياده، فضلت ايامها كتير، فضلت كميتها كتيره ما اتعالجتش، بيبقى الانيميا هتفضل كان انا بدي من ناحيه وبسحب من ناحيه تانية. فده بيبقى لازم نعالج السبب، دي أول نقطة. تاني حاجة في لو فرضا السبب اتمنع وفضلت الأنيميا موجودة، فده معناه إن العيان ما كملش كورس العلاج مظبوط. إحنا المفروض الأنيميا نقص الحديد حتى لو الحديد رجع لطبيعته بنكمل فترة، لأن بعد ما حتى الهيموجلوبين رجع لطبيعته بنكمل فترة بالحديد، لأن المخازن الجسم بتبقى ما تشبعتش بالحديد، فوارد إنه مع شوية نقص تغذية تاني ترجع الأنيميا تاني. فهي نتيجة نقص وعي، نعالج السبب الأساسي ده مهم. الحاجة التانية اللي نعالج إن احنا ناخد الكورس مظبوط للآخر. تمام دكتور، أرجع تاني لزرع النخاع، ويمكن في ناس كتير قوي ما عندهاش خلفية بيتعمل عملية زرع النخاع دي بتعمل، هل هي عملية جراحية؟ هل هي ما حدش عارف كويس قوي هي عمليه ان هي عمليه نقل دم من مكان الى اخر او من جسم الى جسم، فياريت حضرتك تدينا تفاصيل كده عن العمليه وبتاخد وقت قد ايه والاستعدادات كمان للمريض قبل العمليه. تمام. هو لما احنا بنحدد المريض بيبقى محتاج زرع نخاع بنعمل له تحاليل قبل الزرع، نعرف هو هل هو يعني سبب وجود اي امراض تانية زي فيروس بي او سي، لان دي في الاخر قد تؤثر على المنتج اللي هو ايه النخاع. تمام. اللي هو ايه ليه وللمتبرع، يعني نشوف المتبرع عنده اي فيروسات والمتلقي هيبقى عنده فيروسات ولا لا. ليه هو لو المتلقي عنده فيروس يعمل مشكله للي بيديله؟ لا لا لا، هتبقى للمتلقي بعد الزرع، يعني لان هو بياخد ادويه بتهبط المناعه بعد الزرع، فممكن فيروس ينشط بزياده يعمل له بقى ايه تليف الكبد يزيد. قصه ثانيه بقى، يعني دي حاجات ممكن تحصل. اول حاجه بنعملها للمريض بعد التحاليل ونقول انه خلاص تمام هندخله زراعه، بنديله اول حاجه جرعه كيماوي بتبقى بنسميها مايلو ابليتيف، يعني يعني بتمسح النخاع اللي هو عنده اللي هو مش سليم، يعني بت بت بتكسره بتدمره. تمام. بنبتدي نديله العلاج الكيماوي ده، وطبعا عدد ايام من عدد معين من الايام، وفي نفس الوقت بندي للمتبرع ادويه تحت الجلد بتبقى بتنشط النخاع بتاعه بحيث ان الخلايا الجذعيه بتاعته تخرج من النخاع للاورده الطرفيه، يعني الدم الطرفي اللي هو في الأوردة والشرايين. تمام. بعد كده بنفصل بعد ما نقعد نعد في الخلايا بتاعة المتبرع اللي هي الخلايا الجذعية لحد ما نوصل رقم معين، نفصل الخلايا الجذعية دي وإيه ونحطها في كيس، وبعد كده ننقلها للمتلقي، يعني في حينها بعد فصلها يعني. بعد كده المريض اللي هو المتلقي بياخد أدوية بتهبط المناعة، يعني اللي هي اميونو سبريسيف دراجز، بحيث ان الجسم ما يرفضش الخلايا الغريبة دي اللي جاية له. حلو. فبيفضل ياخدها طبعا لحد ما الخلايا دي تسكن في النخاع بتاعه، وبعد كده بنديله أدوية منشطة للخلايا بحيث انها تتكاثر وتوصل للنورمال
اللي احنا زيه زي الانسان العادي. بس هو بعد كده بياخد الادويه اللي هي مثبطه للمناعه دي فتره معينه من الوقت لحد ما المده معينه بحيث ان احنا نطمن ان الجسم مش هيرفض النخاع اللي اتزرع له. فترتها قد ايه؟ بيقعدوا قد ايه عمليه النقل دي؟ لا هي في نفس اليوم يا كيس. ما انا عارفه مدته قد ايه الوقت؟ بيتاخد على مدى ساعه. على مدى ساعه خلاص. وبعد كده بتفصله بقى المتلقي اللي هو اللي اخذ النخاع، بتفصله بقى في اوضه اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ لا ده هو بيبقى معزوم من اول ما بياخد الكيماوي كمان. ياه ليه بقى؟ عشان هو مناعته يعني أدوية الكيماوي دي بتبقى لا أسأل سؤال، أي حد بياخد عنده مرض السرطان وبياخد كيماوي ما بيتعزلش؟ لا بس دول بالذات بتحدي. عشان بيبقى الأدوية اللي بياخدها بتهبط المناعة جامد قوي لدرجة أنه ممكن يعني اي ميكروب بسيط كده يتعبه، لان الكيماوي اللي بياخده نفسه بيهبط المناعه جامد. فبيعزل من اول ما بيدخل وهو بياخد قد ايه كورس الكيماوي؟ لا هو بيختلف من مرض للاخر، في متوسط 5 ايام. قبل نقل الخلايا الجزائية. وبعد كده بيفصل لها 3 أسابيع أو شهر يعني ده على لحد ما المناعة ترجع تاني. المريض بقى بيبقى المطلوب منه إيه بعد كده؟ الحمد لله عمل عملية زرع النخاع ونجحت. تمام. الحمد لله وكله يعني ستيبل الحمد لله. تمام. مفيش. إيه المطلوب من هذا المريض الأصيب بده ونجحت بعد العملية؟ هل يعيش حياته عادي؟ هل ياخد باله من لا حاجة؟ لا طبعا ده بيبقى فيه شوية بريكوشنز كده وتحفظات، ان احنا اول حاجة لازم يتابع مع الدكتور واللي هو الفريق الزرع اللي هو بدأ زرعه يعني. تمام. دي اول نقطه. طبعا يريبورت اي مشاكل حصلت له في اي وقت. النقطه ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له؟ هو الاشعه بتبقى الالتهابات، ان يجي له انفكشن او عدوى فيروسيه، لان المناعه بتبقى صحيح صوره الدم بتبقى كويسه، بس هو لسه ماشي على ادويه بتهبط المناعه عشان ما يطردش الزرع. فبالتالي هو بيبقى برضو عنده سنه نقص مناعه. بيقعد قد ايه بياخد الادويه بتاعه؟ بياخدها حوالي 6 شهور. اوكي. فبيجي له بقى التهابات بتقول؟ وارد انه يجي له التهابات، بس إيه؟ هو التهابات لا إيه؟ هو وارد ان بيحصل يعني هو ممكن يحصل التهابات بكتيريه، التهابات فيروسيه، التهابات فطريه يعني. نفس الاعراض اللي كانت بتجيله ممكن قبل ما ياخد العلاج من الاول. بس هو دي بتبقى لفتره مؤقته لحد ما نوقف الادويه، وبعد كده بيعيش حياته عادي. يعيش حياته عادي، يلعب رياضه، يسافر، يروح طبعاً. يجي يعني مفيش حاجات معينه مش المفروض يعملها. تمام بالظبط. تمام. اكثر شيوعا امراض الدم، او خلينا نتكلم في اكثرهم شراسه يعني. تمام. اللي هو سرطان الدم او اللوكيميا في الستات ولا في الرجالة باي إحصائية يعني؟ هو حضرتك هي يعني ما فيش ريس يعني بيبقى أكثر عرضة يعني. هو بتبقى عادة بتبقى في هو السن هو اللي بيفرق يعني. السن. هو في اللوكيميا الليمفاوية بيبقى الأطفال أكثر عرضة، في اللوكيميا الميلودية بتبقى الكبار أكثر عرضة. يعني أكثر الكبار عرضة لل كبار يعني إيه قصدك كبار؟ ما هو اللي هو الرينج كام سنة يعني؟ لا هي بتبقى بيكس يعني، الميلودية بتبقى فوق 40 سنة، الليمفاوية بتبقى يعني أطفال لحد يعني 25 سنة كده يعني. طيب لكن الحمد لله دلوقتي بقت يعني
ما بقتش حاجه تخض قوي يعني، لها علاج الحمد لله. الحمد لله. يعني في يعني حاجه تعرف ناس عملوها وخلاص تمام طبعا، وعايشين حياتهم طبيعي وما فيش اي مشاكل. الحمد لله احنا عندنا في وحدتنا يعني زرعنا فوق ال100 حاله، يعني وصلنا حوالي 150 حاله. نسبه يعني الناس اللي هم زرعوا نجحت حوالي 75%، نسبه كويسه يعني. طبعا بالنسبه لحاجه من دي طبعا نسبه كويسه. دكتور احنا شاكرين طبعا معلومات اللي حضرتك اديتها لنا النهارده لامراض الدم وايضا لزرع النخاع. بنشكرك دكتور عمرو جدا على وجودك معانا.